شدوا على ايديكم كالعاده. يا اخويا مبروك عليكم الدستور، وخاصه الفصل الاول من الدستور. تونس دوله عربيه، الاسلام دينها، صح عليكم بالشفي والهني كما كانت تقول امي الله يرحمها. توا خاطر العروبه والاسلام باش واكلكم الخبز، هاو علاش القيامه قامت وقعدت وطلعت وهبطت على بن جدو، بن جدو قعد يحكم. فسرنا لكم في فيديو سابق علاش قعد يحكم. اما السيد طيب جمعه ولا طيب فوندردي ولا سامدي ولا طيب شبات ولا طيب شالوم، هو اداه فرنسيه ووعاء فرنسي للمشاريع نتاعها النهابه المجرمه والعفنه. الدستور هذا عجبكم الكل سي تري بيان، ما نجمتوش تعملوا تاميم الثروات الوطنيه القوميه حتى نحمي خيراتنا؟ لي سونداج ولي كارت مينيير وغازير وبتروليير تقول ان تونس تسبح تحت بحار ومحيطات من الغاز والبترول اللي مصحين عليها من شوالي 51% لهم هما الفرنسيس، خاصة الفرنسيس والامريكان وغيره، و 49% لنا احنا. هكا 49% هذوك باش تمشيو في الإتاوة نتاعهم، تمشي في كاسة نيشولي راشد الخريجي الطرابلسية الجدد، ولو انه الطرابلسية توانسة حرار ونقبلهم، ولو انهم ينحدروا من جذور ليبيا لكنهم توانسة حرار، لانه ليبيا هي تونس وتونس هي ليبيا. اما هالخماج السقاط اللي توا يحكموا في تونس وكتبوا لكم الدستور، اكا مصطفى بن جعفر وكا خنفوس البول وكا الحارزه وكا التوميه وكا المجرمين الفساق كلهم ومنجي الرحمي والكل، موافقين على انه الخيرات نتاعنا لا تحمى. قلنا لكم يا ولادي الديون نتاع بن علي ينجم نلغيوها، ما لغيتوهاش بل زدتوا عليها ديون اخرى. قلنا لكم راهو دوله محتله ما حبيتوش تامنوني، هاو بالكاشف. تو قالك التطبيع مع اسرائيل ما حطوهش في الدستور نتاعهم، هذوما نتاع جماعه خيبر يا يهود. اما التحريم وتجريم العداء للكيان المحتل لفلسطين اللي انا تو باش نعطيكم رايي فيه مره اخرى كما عطيتكم رايي في بورقيبه، المفيد الناس هذوما ما حماوش ثروات البلاد لانهم تحطوا على روسكم وعلى رقابكم وعلى دماء اولادكم وعلى ورق على عرقكم وعلى الرعب اللي عايشكم فيه الكابورال رشيد عمار بعد 14 جانفي القتلان والضرب والطلق الناري والتفجير وارهاب المواطنين الامنين باش يبركوكم يزرعوا فيكم الكآبه والخوف والرعب، لكنكم طلعتوا رجال وقتها وتراجعوا بدلوا بردوا الجو وكل شيء الى حين، حتى لين استناوا باش جابوا لكم راشد الغنوشي ليطبق شريعه امريكا وربيبتها فرنسا على ثرواتكم الباطنيه. مبروك عليكم الدين الاسلامي يا خويا عبدو اللي تحب وعبدو عبدو لسه ما عادش تمشيو تخدموا تعديو نهاركين انتم تصليو، والعروبه ولاو يتكلموا في الشارع باللغه العربيه القح، خاطر انتم كي تقراوا القران تفهموه. انت كان تاخذ نجيب لها انتيك المصحف وتبدا تقرا فيه يزمك 60 معجم، يزمك جوجل وابل وكلهم والعروس والعروسي دبزه والمعجم البلدان والصحيح، يعني لازم باش تفهموا القران. انتم كل وقت صح شيخوا بها اللغه العربيه نتاعكم لين تشبعكم وتتنفقوا بها وتقري لكم ولادكم وتطوركم كل شيء، اما وصولكم الحقيقيه انساوها خاطر انتم كبابل تموتوا كان ليبرك عليكم. برك برقيبه 43 او 33 سنه، برك الاخر 23 سنه، تو برقيبه حتى حد يبي با لو كريتيكي تو انا رين او برقيبه سي لين روج، البيجي ولده سي لين روج، هاو البيجي لم وهما وكل خماج الكل اللي حكاوا على تأميم وحماية ثرواتنا الاستراتيجية دي بنحكي لكم عليها يا بقر. أنا ما عندي حتى إدارة ولا الدين، إيران تعرفوني نساند فيها، حزب الله تعرفوني نساند فيها وقت كنتوا تسبوا فيا ودرشنو، أنا مش الدولة الدينية، أنا ضد الدولة الدينية المجرمة والخائنة والعميلة اللي تضحي بخيرات بلادها وتجوع ولاد شعبها، وتشوفوا في تصاور ولادنا في الشمال الغربي وفي الجنوب وغير ذلك حفاة عراة يتقاصرون في البنيان وتركب على رؤوسهم الآيات الأمريكية وآيات الله الفرنسية نكالا ووبالا وشفاكا وشفان وتشفيا في حضارة قرطاج التي قهرت روما واللي قهر حنبال قهر من الداخل، قهروه ناس من الداخل وباعوه الناس من الداخل كيما نحن توا يتباع فينا الناس من الداخل وعلى راسهم باجي قاسبسي.
انا الخريجي ما نكرهوش ولا مش معارضه، لانه فانا مش اللوم على الخريجي ده، الخريجي هو ظهر عميل كب العرب وساقط فرنسا وحذاء فرنسا على رؤوسكم وعلى رقابكم. ثم شد ديني في الشيشه وجالي بريك يسب قبل كي كان يسبش ربي كان باهي، وتولي نكرهوه ما صحبوا تبارتاجيني. شوفوا 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 كلامي انا ديما ترجعوا له، ترجعوا وارجعوا من الاول من الفيديو نتاعي انا الا نقول لكم حاجه، كلامي انا كالقران المنزل نقول لكم راهو هكا وهكا وليكا وليكا ويصير فيكم هكا. ما باش نقول لكم توا الفرنسيس والامريكان باش يستحوذوا لكم عليه، يمصوا لكم الدم نتاعكم ويشربوا لكم الغاز نتاعكم والبترول، انتم بتاخذوا كان الفتات يا بهايم يا مصدقين. مبروك عليكم الدستور العربي الاسلامي الجديد، خاطر العربيه والاسلام باش يجيبوا لكم العلوم والصناعه والتجاره وكل شيء. والوزير هذيك الكربول ولا كبول فرحتوا بها، قال لك وحمد لله باش يمشيو مناظر مقلبه، هو ما فما وجه السمع نشوفوه، ما زعم كان في التكحيل والبلاد هذيك الملهت هذيك ولا الخامسه هذيك وكل العهار اللي في الحكومه بداهم الرئيس نتاعها الاسقط قرد يخدم عنده، هما تحت امره راشد الغنوشي، وراشد الغنوشي هو تحت امره امريكا، وامريكا مش ولا باعت فرنسا باعت تونس لفرنسا على اساس انها تاخذ ليبيا. الحرب اللي قامت بها فرنسا امريكا وبالوكاله قامت بها فرنسا بالوكاله على امريكا في ليبيا، هذيك الكادو مش ولا نتاع الامريكان بالمقابل استحواذ فرنسا نهائيا وبالكامل على شعب تونس العربي المسلم وخاصه على ثرواته. مره شدوا الصف باش تاخذوا فيزا لامبيدوزا، الى الموت الحوت ياكلكم. سلام على اكسيل بن علي بن محمد بريك، وروح الله وروح شعب تونس، ويظهر لي منيش ولا كلامي تفهموه.